يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عند قراءتي على المرضى يحضر الجن، فأطلب من الجن أن يدلني على موضع السحر فيدلني فأجده كما قال، فهل هذا جائز؟ كما أني أسأله عن بعض الجان الموجودين في المريض أثناء قراءتي على المريض، فهل لي ذلك؟ هذه مبالغات، هذه مبالغات ولا تستعملها، لأنها تجرك إلى أمور باطلة. اقرأ على المريض وانكث عليه والشفاء من الله سبحانه وتعالى، أما مساءلة الجن وأخذ الأخبار عنهم فهذا يتمادى بك إلى ما لا تحمد عقباه. نعم.